لكن على ما يبدو كان الرد الإسرائيلي واضح بأنه لم يرسل وفده إلى أمريكا، هو اعترض، كان مباشرة نتنياهو يتحدى العالم، يتحدى الأمم المتحدة ويقول أن الأمن الإسرائيلي فوق كل اعتبار، فإذا أردتم أن تنفذوا أي قرار عليكم أن تطلقوا وتجبروا حركة حماس على إطلاق الرهائن. إذن نحن يعني نجحنا في عملية التصويت، ولكن هذا التصويت لا يمكن أن يكون له آلية فعلية على تنفيذ القرار المطلوب، كما يبدو أن نتنياهو يقول بهذا الاعتراض أنني الرجل الأقوى وأنني أتحدى الجميع وأن مطالبي يجب أن تنفذ. المطالب الفعلية التي يجب أن تكون الذي وضعها نتنياهو مقابل عدم اجتياح رفح، مقابل عدم الدخول إلى الحدود المصرية، لأنه هو بالدرجة الأولى المبطنة هو يريد أن ينقل العملية الأمنية إلى الحدود التي كانت في هذه الورقة بعيدة جدا عما كان التفاوض عليها.